دلوقتي معانا على التليفون الأميرة رشا يسري المتخصصة في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير يا فندم. صباح النور أستاذ محمد، صباح النور أستاذة منى. أنا الحقيقة بشكركم جدا على الاستضافة، واسمح لي بس أرحب كمان بالدكتور أستاذنا كلنا الدكتور أشرف شرقاوي، يعني اللي أهلا بحضرتك. إذا تحدث يعني كل يصمت يعني. أهلا بحضرتك. برحب بيكم جدا. يا اهلا بيكي. طبعا ما في شك حاله من الانقسام والغضب في الداخل الاسرائيلي ما بين نتنياهو ووزير الدفاع، وحاله من الغضب الشعبي ايضا في اسرائيل. ازاي حضرتك بتقيمي هذه الحاله وانعكاساتها كمان على الحرب والتصعيد في غزه؟ شوف حضرتك، طبعا يعني هو الانقسامات بدات مش من بدايه العمليه التي قامت بها حماس يوم 7 اكتوبر. الانقسامات الحقيقه كانت باديه باشهر عديده قبل ذلك، حينما بدات الحكومه اليمنيه المتطرفه في تغيير محاوله تغيير القضاء وقصه اللامعقوليه، وانها تحاول انها تفرض سيطرة على القضاء بشكل أو بآخر. خرجت الشوارع وخرج كل الناس في مظاهرات عارمة ضد هذا القرار من أجل إثناء الحكومة عن التحكم بهذا الشكل في القضاء الإسرائيلي. وبالتالي وصلت الانقسامات داخل الجمهور الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي إلى أن وصل إلى الجيش نفسه. يعني هنجد أنه قبل العملية دي كان في الادعاء بتاع الطيران الاسرائيلي او سلاح الطيران، كانوا بيرفضوا ان هم يلفوا ذلك في مقابل ان هم الشارع كله يفترش الارض مطالبا بعدم تمرير هذا القانون في الكنيسة الاسرائيلي بسحب اللامعقوليه من القضاء، والحكومه لا تستجيب. وبالتالي الانقسامات خلت المجتمع الاسرائيلي في اضعف ما يكون، ودي كانت نقطه اللي استغلتها الحماس او المقاومه في محاوله ان هم يفرضوا وجهه نظرهم ويفرضوا الفكر المقاوم اللي هم بيحاولوا يوصلوه للعالم كله. يعني احنا النهارده بنشهد تكاتف في العالم الغربي العالم الاول لصالح اسرائيل غير مسبوق. يعني النهارده خليني برضو اثمن دور مصر جدا في وقفها مع الشعب الفلسطيني، ان هي بتحاول تجد صوت عادل ورصين في مجابهه كل هذه الاصوات التي تتحدث اليوم عن ان اسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها. يعني لمجرد انه الامين العام للامم المتحده قال ان هذا لم يكن من فراغ ما قامت به حماس، يعني اسرائيل بتدعو لاستقالته وبتدعو ان هي ان هو لازم يتراجع عن ما قاله. فالنهارده احنا بنشهد موقف عالمي ضاغط جدا. ناهيك عن الانقسام الداخلي جوه اسرائيل اللي انا شايفه ان هو بيأثر جدا في احنا بنسمع عن تقارير استاذه اميره بتقول احنا نسمع عن تقارير ان في وزراء هيستقيلوا. عملية أن إسرائيل أو الجيش الإسرائيلي متردد كما يقال في الداخل الإسرائيلي أنه يدخل بريا، لأن هو مزيد من الخسائر لن يتحملها الشارع. الشارع أوريدي فيه ضغط جدا بشأن المخطوفين والأسرى لدى حماس، يريدون أبنائهم بصراحة، وهذا هي المقولة التي الآن تتصدر كل المشهد الإعلامي الإسرائيلي، أن هم عايزين ياخدوا أولادهم ويتم تبادل أسرى أو أي ما يكون، وبعد كده تبقى تشوف إسرائيل حل للمشكلة اللي هي شايفاها أبنائها اللي حركة حماس الحقيقة ضربتها في مقتل. الشعب الإسرائيلي الآن يشعر بأنه الجيش الإسرائيلي والدولة لم تستطع أن تحميه. حاجة أخيرة عايزة أقولها لحضرتك، إنه الإعلام في حرب على الأرض وفي حرب إعلامية بتنتهجها إسرائيل يعني غير مسبوقة. يعني لك أن تتخيل إن الأسرتين اللي بوساطة مصرية، ومش وساطة بس، لا ده جهد مصري كبير جدا لإخراجهم من يد حماس وإيصالهم عبر معبر رفح وايصالهم للجانب الاسرائيلي، جهد حثيث الحقيقه بنثمن دورها جدا فيه. ناهيك على انه هي لمجرد انها قالت انها تعاملت او ان حماس عملوها بشكل انساني وكانت تاكل معهم، ولمجرد هذه المقوله ما قالت قامت الدنيا ان ذلك اعطى انطباعا للعالم كله بان حماس لديها انسانيه.
ففي دور اعلامي ضاغط جدا في العالم كله في توحيد صفوف عالميه بانه من حق اسرائيل الدفاع عن نفسها، ولا احد ينظر الى الجانب الفلسطيني اللي هو يعني بيقتل ليل نهار، يعني تجاوز عدد 1000 طفل منذ بدء العمليه الاسرائيليه والقصف على مدينه غزه، تجاوز العدد 1000 طفل، ولا يحرك هذا ساكنا في المجتمع الدولي الا اللهم الا مصر التي تقوم يعني بجهود يعني يصعب عننا ذكرها وبلورتها كده في كلمات، جهود الحقيقه يعني لادخال المساعدات وفرمله هذا صحيح. الجموح لانزلاق لانزلاق المنطقه في حرب كبيره. طيب خليني اعيد طرح سؤالي بعد اذنك استاذه اميره. حضرتك بتتكلمي عن انقسام كبير موجود في الشارع الاسرائيلي، احنا شايفين كمان تقارير بتقول ان هناك انقسام شديد داخل الحكومه، وفي تقارير عن نيه لعدد من الوزراء بالاستقاله من حكومه نتنياهو. هو الانقسام الداخلي في اسرائيل اللي بيشهده الحكومه ليه مظاهر عديده، هم بيحاولوا يعني زي ما اقول لك ايه يعني هي حكومه حرب، فكلما ما يتحدث احد او زعيم المعارضه مائير نبيل يحاول يتكلم انه لابد من استقاله نتنياهو، يقال له ليس هذا الوقت المناسب، انتظر حتى تنتهي الحرب. طبعا الامور ضاغطه جدا لانه الفشل كله محمل الان، رغم انه اكثر من مسؤول اسرائيلي خرج لمخاطبه الداخل الاسرائيلي في مقوله أنني أنا المسؤول، يعني رئيس الأمن القومي قال ذلك، وزير الدفاع، كل من هما يعني أعلن أن المسؤولية تلقى على عاتقه، إلا أنه المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي حمل نتنياهو المسؤولية الكبرى على أمن إسرائيل الذي حدث. وبالتالي الحكومة والمجلس الوزاري المصغر أو مجلس الحرب المصغر الأمني ده بيشهد انقسامات بتظهر بوضوح من التصريحات التي تشير الى كل يوم سنبدا بالاجتياح، لا يعني سيكون المكان الوقت المناسب اللي هترواه، وبعد كده هناك استعدادات، المناورات على وشك الدخول، كل هذه الامور بتدي انطباع واحد ان هناك انقسام داخل المجلس الامني المصغر، ان الحكومه دلوقتي تستقيل دي يعني مطروحه على الساحه، ولكن انا في رايي ان هي بتشكل صعوبه كبيره، لانه الا في حاله واحده بس انه يبتدي في تهدئه، انه يبتدي في قرار دولي او مجتمع دولي يضغط على وجود تهدئه، وانس بقى في تهدئه على الارض او مزيد من الاسرى يوصلوا لبيوتهم داخل اسرائيل، ده هيخلي المجتمع يهدى جدا، وممكن ساعتها يحصل يحصل حكومه جديده او يحصل ان الكنيست يسحب الثقه من هذه الحكومه ويتم طرح يعني وزراء جدد يتلقوا المسؤوليه. خليني اقول لحضرتك حاجه على الانقسامات دي بدات تظهر بوضوح جدا من اول يوم الجمعه مش الماضي قبل الماضي، لما نتنياهو ابتدى يوجه للشباك او جهاز الامن الداخلي شكوى انه وزاره الدفاع بتسجل الاجتماعات او محضر الاجتماعات، وان ذلك المفروض ما يكونش لان القرار حاسم، وهو يتخوف من المحاسبه، يعني المحاسبه ستاتي، فكل ان هو لا يلتفت الى الحرب ولا يلتفت الى ما حدث بالضبط مع جولدا مائير بعد حرب 73. بكل تاكيد وصلت الصوره. طبعا نعتذر المقاطعه، الاميره رشا يسري المتخصصه في الشان الاسرائيلي، شكرا جزيلا ليك.